في الموضوع الشائك بتاعنا. معنا استاذ يسري البدري رئيس قسم القضايا والحوادث بالمصري اليوم. اهلا بيك يا استاذ يسري. اهلا بيك مساء الخير. اهلا بحضرتك. قول لنا بقى الصحافه دورها ايه الفتره اللي جايه في اللي بيحصل وفي اللي هيحصل ما بين الشعب الكويتي والشعب المصري؟ هو الصحافه دورها دايما هي مراه المجتمع، كون انه هو في وسائل اعلاميه او منصات على التواصل الاجتماعي رفضت تصريحات النائبة عن مجلس الأمة صفاء الهاشم، ده دور وعي لدى الشعب المصري، لكن احنا ضد أي تجاوز أو إساءة للشعب الكويتي. طبعًا. وأسلم رد كان رد السفيرة والوزيرة نبيلة مكرم أنها تدافع عن قضية كرامة المواطن المصري وفقًا للقانون الذي يعيش فيه. كلنا لمسنا المجهود اللي بتقوم به نبيلة مكرم، وهو ليس دفاعًا عن الوزيرة المصرية، في كل الأحداث التي وقعت سواء لمريم في إنجلترا أو في بعض الحوادث الفردية التي وقعت في الأردن أو وقعت في الكويت، وجدنا انتقال سريع للدولة المصرية في كل الأحداث التي صاحبت العمالة المصرية. صح. يعني وكان هدفنا وهدف وزارة الهجرة والعاملين في الخارج الحصول على حق المواطن المصري وفقا لقانون الدولة دي. كون السيدة صفاء الهاشم قالت ماذا قدمت الدولة لقصة مريم، خال مريم اليوم رد بشكل مستفيض. مريم كانت تحمل الجنسية الإيطالية وكانت الواقعة في على أرض إنجلترا. الموضوع يا فندم شخصي أكتر منه حاجة تانية، هو شخصي وده اللي باين جدا أنه هو شخصي تجاه المصريين كلهم. لا احنا ما نقدرش نقول ان احنا شفنا ردود الافعال من الاشقاء الاعلاميين والصحفيين الكبار في دولة الكويت، ردود فعل تدرس، بمعنى انهم يرفضون الاساءة ويرفضون ما قيل من هذه النائبة جملة وتفصيلا. تاريخ هذه النائبة من جزاءات وقعت عليها هو تاريخ حافل، اذا كانت هي قالت عبارة نشوف الدفاتر تنقرا او نجيب الدفاتر تنقرا، عليها ان تراجع تاريخها في الجزاءات التي حصلت عليها والغرامات التي حكم عليها داخل دولة الكويت الشقيق. اذا كانت هي كانت لها تصريحات في الماضي تقول انها تريد ترحيل ما يقرب من 30 ل 40 من العماله المصريه في الكويت، هذه تصريحات مردود عليها. المتحدث باسم البرلمان والوزيرة رفضت التعليق على كل هذه الإساءات وقالت أننا لدينا قضية هي قضية كرامة المواطن وفقا لقانون الدولة. إذن الدولة المصرية تستطيع أن ترد، ولكن لا ترد الإساءة بالإساءة، لأن هذا التصرف أو هذا التصريح تصريح موتور من شخص أو من نائبة، واحد ضمن 50 في مدينة، والمفروض يبقى غير مسؤول كمان بالمنظر ده يا فندم. لا هي مسؤولة والمفروض واحدة انتخبت في 2013 ثم أعيد انتخابها في 2016 في مجلس الأمة الكويتي، وهي من المفروض أنها تمثل جزء من الشعب الكويتي، ولكن إحالتها للتحقيق يؤكد أن الدولة المصرية قادرة على الرد بالأفعال ليس بالأقوال. إذا كانت المنصات الإعلامية في مواقع التواصل الاجتماعي أعطت هذه النائبة حقها في الرد، ولكن الدولة ما زالت ملتزمة بحقها الرسمي في الرد على تلك النائبة. أنا بشكر حضرتك جدا يا فندم، بشكر أستاذ يسري البدري عن آخر التطورات اللي حصلت. قبل ما أفصل وقبل ما أنهي فقرتي خالص بقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا عايز أقول كلمة